جاء ضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مجهدا من السفر جائعا، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ما يقدمه للضيف، فخرج إلى المسجد ودعا أصحابه وقال: من يستضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرحمه الله؟ فما كان من هذا الصحابي إلا أن قبل بإكرام الضيف، فجاء إلى بيته وقال لزوجته: ما معك من طعام؟ فقالت: لا يوجد إلا طعام الأولاد أو الصبيان بنص الحديث. فما كان من هذه الزوجة إلا رحبت بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتفق على نوم الأطفال، وإذا أحضرت الطعام تقوم وكأنها تصلح السراج فتطفئه حتى يتخيل الضيف أنهما يأكلان معه، لأن الأكل قليل فهو طعام الأولاد الصغار ولا يكفي إلا لشخص واحد فقط. ففعلت ما أمرها زوجها به حبا وطاعة وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ذهب هذا الرجل لصلاة الصبح مع رسول الله، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: إن الله قد عجب من صنيعكما بضيفكما الليلة. هذا هو الكرم والجود والعطاء بلا حدود، إنها نعمة التسامح من أفضل النعم في الوجود. الكرم هو أن تعطي ما أنت بحاجة إليه فعلا. فلو ظن النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الرجل لن يعطيه ما أرسله معه. ومن يظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحزن كما ظن الناس بأن الشجاع لا يخاف ولا يحب الحياة، هذه صفات ربما تكون في الإنسان مكتسبة، عليه أن يعالجها. كما يظن الناس بأن الكريم لا يعرف قيمة المال، ولكن القلب الذي لا يعرف قيمة المال لا فضل له في الكرم، والقلب الذي لا يخاف لا فضل له في الشجاعة، والقلب الذي لا يحزن لا فضل له في الصبر، إنما الفضل في الحزن والغلبة عليه، وفي الخوف والسمو عليه، وفي معرفة المال والإيثار عليه. ما أنبل الكرم حين يأتي من فقير معدم لا يملك من قوت يومه ما يسد به رمقه، هذا هو الكرم والجود في معنى قيم من معاني التسامح، في معنى قيم من معاني الرضا. مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم للتسامح وطن. في برنامجنا مشاهدينا في كل مكان هذا دائما نأتي بسؤال سهل وأسئلة متميزة معكم، وسؤالنا اليوم يعزز معاني التسامح، سؤالنا اليوم يعزز معاني الإيثار والغلبة على النفس. سؤالنا اليوم من سورة الشورى، والسؤال يقول: ما هي الآيات من سورة الشورى التي تحدثنا عن فضل الانتصار على الغضب والعلو والمغفرة عن المسيء، لأن ذلك من عزم الأمور؟ السؤال مرة أخرى: آيات من سورة الشورى ما هي التي تحدثنا عن فضل الانتصار على الغضب والعفو والمغفرة عن المسيء، لأن ذلك من عزم الأمور؟ مشاهدينا اتصلوا بنا على الرقم الظاهر أمامكم على الشاشة، والجوائز اليوم متميزة. معنا اليوم 500 درهم نقدا ومعنا جهاز تابلت. معنا اليوم 500 درهم نقدا وجهاز تابلت لكم مشاهدينا، ولكن سنأخذ اتصالاتكم وإجاباتكم على سؤال حلقة النهاردة بعد تقرير نقدمه لكم يبين لنا قيمة المساعدات وأهمية العمل الخيري في جمعية الفجيرة الخيرية، مع سعادة علي بن عباد العبدولي المدير العام للجمعية، والأستاذة نادية علي خليفة الحمودي رئيس قسم المساعدات والبحث الاجتماعي، والأستاذ فهد سالم السعدي رئيس قسم المشاريع. مع هذا التقرير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه المناسبة الطيبة، مناسبة شهر رمضان المبارك، نرفع إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو حكام الإمارات، وإلى مواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرض الإمارات بهذا الشهر المبارك. والحكماء تعلمون نحن في جمعية الفجيرة الخيرية منذ تأسيسها عام 1987 لا تألو جهدا إلا بتقديم كافة الخدمات المجتمعية للمواطن وللمقيم في دولة الإمارات. ونحن في هذا العام في شهر رمضان المبارك لدينا هدف معين نستهدف من خلاله جمع مبلغ حوالي 42 مليون درهم من أصحاب الخير ومن المحسنين، يعني بزيادة بحوالي 15% من العام الماضي.
وكما تعلمون كذلك بأننا في شهر رمضان المبارك وفي مناسبة عام التسامح، ونحن في عام التسامح دولة الإمارات العربية المتحدة. في السنة الماضية كنا في عام زايد، والسنة أكملت بمسمى عام التسامح، ونحن في عام التسامح. حقيقة دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة تكرم القاصي والداني والمواطن والمقيم على أرض الدولة، ولله الحمد في هذا العام ستقام وجبات الإفطار في حوالي 54 موقع في إمارة الفجيرة، وهذه المواقع كلها ستكون من خلال عطاء المحسنين وتقديم المحسنين لهذه الولائم ولهذه المواقع التي يعني نتوقع إن شاء الله المزيد من المحسنين والتجاوب معنا في عام التسامح. وهذا ونحن في عام التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة نريد أن نظهر للعالم ونظهر للمجتمع كله أن نحن في مجتمع فعلا متكافل، فعلا نتفهم معنى كلمة التسامح على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم كل ككل. وكذلك لدينا الميزة اللي نحب أن نوضحها بأن احنا نقدم يوميا لحوالي 11,333 صائم يوميا في مواقع الخيام بمعدل حوالي 340,000 وجبة طوال شهر رمضان. واللي يميزنا كذلك بأن أدخلنا بنظامنا السنة هذه لدينا قسم اسمه قصر الأسر المنتجة، لدينا كذلك أسر عندها مهن معينة، فمن خلال التحليلات التي مشينا عليها طوال شهر رمضان طوال السنوات الماضية، ففي شهر هذا في شهر رمضان الحالي أدخلنا حوالي 34 حوالي 32 إلى 34 أسرة تستطيع أن تقدم الوجبات لحوالي تقريبا 26 موقع في الفجيرة والمناطق التابعة في الفجيرة ودبة والمناطق التابعة لها. ونحن كذلك فخورين بأن اللي ساهم معنا في شهر في الشهر الفضيل هم من أصحاب الاحتياجات اللي لديهم ملفات يقدمون مساعدات، ونحن حولناهم حقيقة للعطاء، نريدهم أن يقدموا بالعطاء، إذا يأخذوا هكذا يأخذوا مقابل عطاهم في شهر الفضيل، هذا شهر المبارك. وهذه الأسر التي اشركناها هم من الأسر اللي محتاجة، الأسر التي تتلقى الدعم من الجمعية وتتلقى الدعم من الأسر المنتجة، وأدخلنا هذه الأسر، وهذه حقيقة منتج حقيقي غير يعني ربما يكون القليل أن يفهم معنى الأسر المنتجة. الأسر المنتجة لدينا حوالي 510 أسر تم تزكيتهم حقيقة من خلال اللجنة، من خلال قسم الأسر، من خلال الدورات، من خلال التعليم، من خلال التدريب، فاخترنا منهم حوالي 34 هم اللي يمثلون هؤلاء الأخوات اللي يستطيعوا أن يقدموا لنا يعني الوجبات الصحيحة والصحية الصحيحة. والوجبات الصحية أقصد فيها أن بلدية الفجيرة مشكورة بتفتيشهم وبمراقبتهم من خلال المفتشين اليومية وطوال الشهر، نستطيع أن نقول شكرا لبلدية الفجيرة على ما يقومون به، شكرا لبلدية الفجيرة على الأفراد الذي يقومون بالتفتيش على المطابق وعلى الأمور الصحية التي نقدمها لهؤلاء، سواء كان خيام أو سواء كان في الطرقات أو كان في أي مكان في المساجد أو أي مكان تمت الموافقة عليها من قبل هيئة الأوقاف أو من قبل بلدية الفجيرة، مشكورين جزاهم الله خير. ونحن حقيقة ندعو كل مستمع إلى هذا البرنامج، برنامج الخير، برنامج رمضان، هذا شهر رمضان ونحن في عام التسامح، ندعو جميع المواطنين والمقيمين أن يتعاونوا معنا وأن يعني يمدون بأية أفكار تقدم للمجتمع ولرفعة المجتمع. نحن في مجتمع راقي جدا، مجتمع الإمارات الذي نحب أن نقدم أشياء تليق بمقام بمسمى مجتمع الإمارات، بمسمى اسم الإمارات عاليا، نرفعه عاليا بتقديمنا لأسماء آيات بأسماء يعني الأفكار التي نقدمها في شهر رمضان المبارك، ومنها الخيم ومنها الإفطار ومنها. ونحن عندنا برنامج كذلك بالإضافة إلى ذلك في طوال عشر رمضان أو آخر عشر رمضان نقدم وجبة السحور، ونحن كذا ندعو كل المحسنين
أن يتعاونوا معنا لتقديم هذه الوجبة حقيقة بالتكافل مع المحسن، بالتكافل مع الذي المعطي الذي يستطيع أن يقدم. فنحن الجمعية في جمعية الفجيرة نرحب بعطائهم، نرحب بكل ما سيقدمونه لنا من دعم للعمل الخيري في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إمارة الفجيرة خاصة، وجمعية تفتح أبوابها لكل أعمال الخير. وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بمشاهدين قناة الفجيرة وأبارك لهم بقدوم شهر رمضان المبارك. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وبخصوص موضوع جمعية الفجيرة الخيرية ومشاريعها، طبعا جمعية الفجيرة الخيرية لا تخفى على أحد بالكم الهائل من المشاريع التي تنفذها بطول العام، وليست بمشاريع خلال شهر رمضان المبارك، ولكن في خلال هذا الشهر الكريم نركز على المشاريع التي تخص أو تعنى بشهر رمضان المبارك، ومنها إفطار الصائم الموجود في إمارة الفجيرة، المواقع الموجودة لدينا المنتشرة في خلال هذا الشهر الكريم 54 موقع، منها 6 مواقع لتوزيعات الشوارع، ومنها 26 موقع للأسر المنتجة، وباقي المواقع تكون للمطابخ والمطاعم. تقدم الأسر المنتجة خلال هذا العام عدد من الوجبات اللي هي 3745 وجبة بطول هذا يوميا وبطول الشهر الكريم. أما المواقع التي تم توزيع فيها الوجبات قبل أذان المغرب تكون 3 مواقع في الفجيرة و3 مواقع في دبا، بواقع إجمالي خلال اليوم الواحد 2100 وجبة. فعندنا المواقع الثانية اللي هي المطابخ والمطاعم التي تختلف مواقعها من خيام، من مساجد بجانب المساجد أو في باحات هذه المساجد، والخيام منتشرة طبعا بجانب الطرقات بأماكن واضحة لكي يتسنى للمارة بمشاهدة هذه الخيام والإفطار بها. فإن شاء الله يعني ستنفذ جمعية الفجيرة الخيرية أو نفذت جمعية الفجيرة الخيرية وخلصنا من هذه الترتيبات بفريق كامل متكامل بتجهيزات هذه الخيام والاتفاق مع هذه الجهات المعنية بإفطار الصائم. خلال الشهر الكريم يعني ستكون عدد الوجبات بحدود 340 ألف وجبة. فإن شاء الله يعني نوفق خلال هذا العام بتيسير من الله عز وجل وبتوفيق وجهود المشاركين معنا والمتابعين، سواء كانت من إدارة جمعية الفجيرة الخيرية أو المتطوعين أو المشاركين والقائمين على هذه الأعمال، وشكرا لكم. بداية أهني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وحكام الإمارات وشعب الإمارات الكرام والمقيمين على أرضها الطيبة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، عاده الله علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. قسم المساعدات هو القسم المعني باستقبال طلبات المساعدة وتقديم شتى أنواع المساعدات للأسر المحتاجة من خلال البحوث الميدانية، إجراء البحوث الميدانية والاطلاع والتعرف على أوضاع تلك الأسر معيشين وتقديم الدعم والعون لها. تنقسم المساعدات بقسم المساعدات المقدمة للأسر المحتاجة إلى المساعدات المالية الشهرية والمساعدات المالية المقطوعة، المساعدات العينية الشهرية والمساعدات العينية المقطوعة، بالإضافة إلى مساعدة أصحاب الهمم والمرضى وطلبة المدارس وطلبة الجامعات. حاليا يقوم القسم بتوزيع المير الرمضاني على 2407 أسرة، وهو مشروع موسمي الهدف منه التخفيف على الأسر ماديا، وتوزيع كذلك توزيع 3000 سلة غذائية على الأسر المحتاجة مقدمة من مؤسسة هيئة آل مكتوم للأعمال الخيرية وبنك دبي الإسلامي. Thank you.
رجعنا لكم مشاهدينا وبنكمل حلقتنا النهاردة معاكم وحلقة متميزة بكم وبكل المشاهدين، وبنشكر جمعية الفجيرة الخيرية على ما تقدمه من أعمال خيرية جليلة ومشاريع متميزة. ومن أهم ما تتميز به الجمعيات الخيرية في رمضان مشروع إفطار الصائم، وما تقدمه أيضا من مساعدات اجتماعية لأصحاب الحاجة في شهر رمضان الفضيل. والحاجة بالحاجة تذكر، علينا أن نتذكر حملة الذي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله من الإمارات إلى أطفال ونساء الروهينجا. هذه الحملة التي تعنى بهؤلاء الفئات الضعيفة في المجتمع من اللاجئين الذين لا مأوى لهم ولا سكن، وربما يحتاجون إلى من يمد لهم يد العون بالطعام والشراب والدواء. في أيام رمضان نسعد بالصحبة، نسعد باللمة، ونسعد بالأسرة، ونسعد بالطعام والشراب وربما الدواء، ولكن هؤلاء يحتاجون منا جميعا إلى المساندة وإلى الدعم. مشاهدينا في كل مكان بنذكر بسؤال حلقتنا النهاردة، وسؤالنا اليوم سهل جدا: ما هي الآيات من سورة الشورى التي تحدثنا عن فضل الانتصار على الغضب والعفو والمغفرة عن المسيء، لأن ذلك من عزم الأمور؟ آيات من سورة الشورى، سؤال سهل جدا، تحدثنا عن فضل الانتصار على الغضب والعفو والمغفرة عن المسيء، لأن ذلك من عزم الأمور. اتصلوا بينا مشاهدينا على الرقم الظاهر أمامكم على الشاشة. وجوائزنا اليوم متميزة، الجوائز اليوم 500 درهم نقدا وجهاز تابلت. بننتظر اتصالاتكم مشاهدينا، ومعنا أول اتصال في حلقتنا اليوم، فاطمة من الفجيرة. أهلا ومرحبا يا فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا فاطمة. أهلا فيك. إجابة السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما فواحشة. غضبوا والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. أشكرك فاطمة ما شاء الله على الآيات القرآنية من سورة الشورى، والآيات تحدثنا عن الانتصار على الغضب. نشكرك شكرا جزيلا. ومعنا اتصال آخر من صالح من العين. أهلا ومرحبا يا صالح، كيف الحال؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك مع الغضب؟ والله إن شاء الله خير، يعني سريع الغضب، حاول أن نكتم الغضب إن شاء الله. الله يعينك يا رب العالمين، وهذا من كرم الأخلاق. إجابة يا السؤال يا صالح هي: نقول إن شاء الله والذين يجتنبون كبار الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. أكمل. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ينتصرون على ماذا؟ على من بغى ولا على أنفسهم؟ على أنفسهم. على أنفسهم، نعم. نشكرك شكرا جزيلا. الآية لعل يفهم منها أن الإنسان اللي يبغى عليه ينتصر، أي لنفسه، لكن المعنى الأبعد والأقوى في هذه الصورة هو أن ينتصر على نفسه، فلا يرد الغضب والإساءة بإساءة أخرى. يقولون العقل يختار لك الأنفع والتسامح يختار لك الأرفع. معنا جمعة من الشارقة. أهلا ومرحبا يا جمعة، كيف الحال؟ هلا والله، حياك الله. إجابة السؤال هي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. أشكرك يا جمعة، أشكرك يا جماعة على المشاركة معنا وعلى تلاوة تلك الآيات القرآنية. والكل عارف الإجابة، وسهلة جدا لباقي المتصلين. وتكرار الإجابة معناها ترسيخ المعنى والمفهوم عند الناس، حتى تكون هذه الآيات القرآنية منهج تطبقه في حياتنا. معنا اتصال من تغريد من العين. أهلا ومرحبا يا تغريد. أهلا فيك. دائما يقول المرأة عاطفية بطبعها فسريعة الغضب، كيف حالك مع الغضب؟ والله أنا بغضب كتير. كيف تتعاملي لما تكوني غضبانة يعني؟ وهلالك مو يعني على كل شيء، بس أحياناً الواحد بغضب بعدين بندم بعدين، هاي المشكلة. ساعة لا ينفع الندم، نعم. أيوه. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعينك على الغضب، لأنه ساعة الغضب الإنسان بالفعل ممكن يأخذ قرار أو يسوي شيء يندم عليه بعد ذلك. إجابة السؤال يا تغريدة تفضلي. قوله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون.
والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. أشكرك شكرا جزيلا على المشاركة معنا تغريد، وأيضا على هذه الصراحة الجميلة. معنا اتصال من نورة من الشارقة. أهلا ومرحبا يا نورة. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. معك نورة. أهلا وسهلا أستاذة نورة، تفضلي إجابة السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. أشكرك شكرا جزيلا على هذه التلاوة وعلى هذه القراءة الجميلة، ما شاء الله عليك، بارك الله فيك، ونشكرك على المشاركة معنا. معنا اتصال من سعاد من الفجيرة. أهلا مرحبا يا سعاد. هلو. أهلا وسهلا أستاذة سعاد. أهلا وسهلا، كيف الحال؟ الحمد لله. كيف الغضب؟ والله الحمد لله، بس أنا ما سمعت السؤال عن شو؟ نتحدث عن الآيات القرآنية من سورة الشورى اللي تحدثنا عن فضل الانتصار على الغضب والعفو والصفح عن من ظلم. نعم. ومن ظلم؟ نعم. والعفو والصفح. والعفو والصفح. نعم. تشوفي السؤال على الشاشة وترجع تتصلينا مرة تانية يا سعاد، ومكملين معاكم مشاهدينا. واليوم السؤال سهل والجوائز متميزة. معنا اتصال من العين من آدم. أهلا ومرحبا يا آدم. السلام عليكم يا آدم، كيف الحال؟ السلام ورحمة الله، حياك الله. إجابة السؤال هي بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. أكمل الآيات أستاذ أدم إذا تكرمت. بسم الله. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. أكمل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. أريد الآية الأخيرة فقط، الآية التالية. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هو ذلك، هو من عزم الأمور. نشكرك يا آدم على المشاركة معنا. والآيات ممتدة في تقريبا مساحة كبيرة من الصفحة بتتحدث عن الصفح والعفو، وفي الآخر هو من عزم الأمور. معنا ميسرة من الفجيرة. أهلا مرحبا يا ميسرة. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر غفر إن ذلك لمن عزم الأمور. اسمك جميلة ميسرة، هل أنت مع الغضب برضو ميسر الأمر أم بتصعبه؟ لا لا أكيد بيسر الأمر. ميسر إن شاء الله، أو ميسر لك في الحياة. نشكرك يا ميسرة على المشاركة. ومعنا ماجد من الفجيرة. أهلا مرحبا يا ماجد، كيف الحال؟ أستاذ ماجد أهلا مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جميل الجو العائلي اللي حضرتك قاعد فيه، وجميل هذه الشورى في إجابة السؤال. تفضل. حياكم الله. أهلا بك. الإسلام كله يدعو إلى التسامح، والآيات كثيرة في سورة الشورى، ولكن أختارنا آيتين. يقول الله سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. نشكرك على المشاركة معنا وعلى إجابة هذا السؤال. مشاهدينا في كل مكان كانت هذه الإجابات، وكلهم يتحدث عن التسامح والعفو والصفح. فاصل قصير مشاهدينا ونعود إليكم، فابقوا معنا. العفو والصفح تسامح، والعطاء والإثار تسامح، والسعادة للآخرين تسامح. ومن أهم لحظات السعادة معرفة من فاز معنا بجوائز الحلقة اليوم، و500 درهم نقدا
هم طلعت الجائزتين معنا. الفائز الأول ميسرة محمد، ميسرة ألف مبروك الجائزة، ميسرة 500 درهم نقدا، ألف مبروك ميسرة. والجائزة الثانية عبارة عن جهاز تابلت نورة عبد الله أحمد من الشارقة، نورة عبد الله أحمد ألف مبروك جهاز تابلت، والاثنين طلعوا مع بعض. ونشكر كل اللي اتصلوا بينا وكل اللي شاركونا في حلقتنا. مشاهدينا في كل مكان، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة من برنامجكم للتسامح وطن. في الغد إن شاء الله حلقة جديدة، نترككم مع هذا الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أنزل عافيتك وشفاءك على إخواننا المرضى، اللهم اشملهم جميعا بالعافية، وامسح عليهم بيمينك الشافية. جمعية الفجيرة الخيرية تتمنى لكم صوما مقبولا وذنبا مغفورا. للتواصل الرقم المجاني 800-88-44، خدمة الواتساب، الموقع الإلكتروني